السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ديما الأمور ديالكم تكون بخير وعلى خير. الوصفة ديال اليوم إن شاء الله جيتكم فطائر بالجبن، كيجيو رائعين بزاف، سريعين في التحضير ديالهم. في 5 دقائق كنحصلوا على هاد الفطائر اللي بصراحة كيجيو بنان بزاف. إن شاء الله أخواتي تجربوهم لوليداتكم ولعائلتكم، وكونوا متأكدين غادي يحمقوا على هاد الفطائر اللي غادي تحضروا ليهم. فكتعطينا كمية اللي هي كتيرة، فتقريبا 6 ديال الفطائر اللي كنحصلوا عليها. كيف ما شفتوا معايا انا راه درت الحجم ديالهم كبير، فتقدروا انكم تصغروهم او لا تكبروهم، انتما كيبقى لكم ديما الاختيار. بالنسبة لهاد الفطائر غادي تقولوا لي فوقاش نقدموا هاد الفطائر، فتقدروا انكم ديروهم في كاع الوجبات ديالكم. تقدروا كتحطوهم الوجبة ديال الفطور والوجبة ديال الكوتي مع كويس ديال اتاي او للقهوة، وتقدروا كذلك انكم تحضروهم الوجبة ديال الغداء او للوجبه ديال العشاء، وكترافقهم طبيعه الحال هاد الفطائر مع هكا شي شوربه اللي كتكون بالخضار الصحيه. ففعلا فعلا كيجيو بنان بزاف، والمكونات ديالهم اقتصاديه، سريعين كيف ما ذكرت لكم في التحضير ديالهم. يلا معايا دابا باش تعرفوا على المكونات ديال هاد الفطائر اللي كيجيو من ألذ واروع ما يكون. بالنسبه للمكونات هي هذه اللي قدامكم. غادي نحتاج ان شاء الله 2 حبات ديال البيض اللي يكونوا دائما في درجه حراره ديال المطبخ. عندي هنايا ساشيه ديال الخميره حمراء اللي هي بيكنج باودر، الوزن ديال الساشيه عندي هنايا 8 غرام. غادي نحتاجو كذلك 2 كؤوس ديال الحليب، الحليب عادي ماشي دافي. وبالنسبه للكميه ديال الدقيق فغادي نديرو 2 ديال الكيسان ونصف، حتى 2 كيسان، وكاس اخر ديال الدقيق كيكون ما عمرش، كيبقى دائما على حسب النوعيه ديال الدقيق. المهم غادي تعرفوا ان شاء الله الكثافه ديال هاد الخليط ديال الفطائر، ومن طبيعه الحال قبيصه ديال الملح. بالنسبه للطريقه ما كنحتاجو لا خلاط كهربائي لا حتى شي حاجه، كنخلطو فقط بالخلاط اليدوي. وكيف ما ذكرت لكم بالنسبه للطريقه ديال التحضير ديالهم، الوقت اللي كتخلطوا هاد المكونات وكطيبوهم 5 ديال الدقائق بالضبط. فكنحتاجو هنايا اناء كنوضعو فيه 2 كيسان ديال الحليب ما يعادل 300 مليلتر. عندي هنا 2 حبات من البيض، غادي نضيف عليهم كميه ديال الملح، وكتبقى دائما الكميه ديال الملح على حسب الذوق. وما تنساوش اخواتي غادي نستعملوا الجبن الاحمر، الا كنتو غديروا هكا الجبن ديال الموتزاريلا فتقدروا انكم ديروا كميه كثيره ديال الملح في هذا الخليط. اما الا غادي تستعملوا الجبن الاحمر كيف ما كتعرفوا معايا كيكون ملح، فحاولوا انكم تنقصوا من الكميه ديال الملح في الخليط. صافي، هنا بعد ما وضعت البيض مع الملح والحليب كنخلط كامل بالخلاط اليدوي او بالفوي. صافي غادي نخلطهم غير واحد شويه، مباشره اخواتي غادي نضيف الدقيق. بالنسبه للكميه ديال الدقيق كيف ما ذكرت لكم غادي نحتاجو هنايا 250 غرام ديال الدقيق، يمكن يكون اكثر او اقل على حسب النوعيه ديال الدقيق. كيف ما كتعرفوا معايا فالنوعيه ديال الدقيق كتختلف من دقيق لاخر. صافي، هنا ضروري كنغربلو شحال من مره كيف ما كندير معكم دائما. بالنسبه للدقيق فكنحاول دائما نكون مغربلاه في البواطا او العلبه اللي كنكون واضعه فيها الدقيق، وملي كنبغي نستعملو هكا في الوصفات فكنعاود نغربلو مره اخرى. صافي، هنايا كيف ما شفتوا معايا اول حاجه كندير هنايا 2 ديال الكيسان، كل كاس هنايا كيعبر 100 غرام من الدقيق. صافي، من بعد غادي نضيف هنايا ديك الساشيه ديال الخميره حمراء اللي هي بيكنج باودر. وان شاء الله اخواتي المكونات ديال الوصفه فغادي تلقاوها هكا مكتوبه في صندوق الوصف وفي اول تعليق اسفل هذا الفيديو. صافي، بعد ما ضفت الكميه ديال الدقيق والخميره ديال الحلويات غادي نخلط هذه المكونات كامله مع بعضياتها. فبصراحه ما كاين مسهل من هذه الفطائر، فاللي عكزات هكا على شي وصفه من الوصفات هكا الوجبه ديال الغداء او الوجبه ديال العشاء. فنوضوا اخواتي لعندكم هذه المكونات، حضروا هذه الفطائر وردوا عليا الخبر في لي كومونتير. صافي، هنايا بعد ما خلطت هاد 2 كيسان ديال الدقيق كيف ما كتشوفوا معايا الخليط راه كيكون هكا شويه جاري. غادي نزيد هنايا نص كاس ما يعادل 50 غرام ديال الدقيق الفورص، وغادي نشوف نقدر نحتاج مازال ملعقه حتى 2 ديال المعالق اخرين ديال الدقيق، ونقدر ما نحتاجهم. فبالنسبه لي انا فكفاتني هاد 250 غرام ديال الدقيق. غادي تشوفوا معايا ان شاء الله الكثافه ديالو كيفاش كتكون.
صافي انا بعد ما كنتاكد بان الدقيق ما بقاش عندي في هذا الخليط، فغادي نوريكم ان شاء الله كيفاش خصكم تحصلوا عليه. فكيجي تقريبا بحال الخليط ديال الكيك كيف ما كتلاحظوا معايا. فهذا هو الشكل ديال الخليط ديالنا ديال الفطائر. وغادي نحتاجو من طبيعة الحال الجبن الاحمر مبشور كيف ما شفتوا معايا. فعندي هنايا الكمية اللي غادي تكفيني 6 ديال الحبات، فقلت لكم بانني درت هنايا 6 ديال الحبات من هاد الفطائر. فبالنسبة للطريقة ديال الطياب، فخديت هنايا مقلاة درتها حتى سخنت مزيان، من بعد كنوضع فيها كمية قليلة من الزيت، كنحاول نوزعها هكا في المقلاة، ومباشرة كنوضع كمية ديال الخليط. فانتوما كتحكموا في السمك ديال هاد الفطائر، فحاولوا انكم ديروا السمك ديالهم متوسط، ماشي رقاق بزاف وماشي غلط. صافي هنايا بعد ما كنوضع هنايا غير مغرفة ونص كيف ما شفتوا معايا، كنحاول نسرح هذا الخليط ديالي على المقلة. من بعد غادي نخليها على عافية اللي كتكون مجهدة. غادي تشوفوا معايا كيفاش كتنشف من الفوق بالنسبة لهذه الفطيرة. هنايا كيف ما كتلاحظوا معايا بعد ما بدات كتنشف من الاعلى، فغادي تلاحظوا معايا بانها كدير واحد الثقوب اللي هي صغيره، فهكا كتعرفوا بان الفطائر ديالكم راه ناجحه 100%. فكتخليوها اخواتي حتى كتبان لكم بدات كتنشف، ما كتنشف تماما، غادي نقرب لكم باش تشوفوا غير بحال هكا، وكتحمر لكم من الاسفل مباشره، كتقلبوها على الجهه الاخرى. فكما كتقلبوها اخواتي، فكتوضعوا عليها مباشره الجبن ديالكم المبشور. كيف ما ذكرت لكم تقدروا انكم ديروا الجبن الاحمر، فكنفضل انا الجبن الاحمر لانه كيعطي واحد المذاق اللي خطير بزاف بالنسبه للوصفه ديال اليوم او لهاد الفطائر. الا ما كانش متوفر عندكم وعندكم الجبن ديال الموتزاريلا، كيف ما ذكرت لكم حاولوا انكم تكثروا من كميه ديال الملح في الفطائر باش ما يجيوكمش ناقصين من الملح. صافي كنخليها كطيب ليا من الاسفل وكتحمر. ففي الوقيته اللي كطيب من الاسفل وكتحمر، فالجبن ديالي راه كيدوب، غادي تشوفوا معايا الشكل ديالو كيفاش كيكون. صافي هنايا كيف ما شفتوا معايا بالنسبه لهذه الفطيره الاولى، فتحمرت علي عندي من الاسفل، هذا هو الشكل ديالها من الاعلى كيف ما كتشوفوا معايا، كيجي داك الجبن الاحمر دايب في الفوق. كنوضعها في واحد الطبق اللي غادي نقدم فيها من طبيعه الحال هذه الفطائر، وكنغطيها بالبلاستيك الغذائي باش هكا كتبقى محافظه على السخونيه ديالها. مباشرة كندوز باش نكمل الكمية اللي عندي كاملة ديال الفطائر. دائما في الاول كندير كمية من الزيت، وكنوزع هكا الكمية اللي غادي تكفيني ديال الخليط، كنوضعها على النار اللي كتكون مجهدة، وكنخليها اخواتي حتى كدير ليا واحد الثقوب اللي هي صغيرة من الاعلى، وكتبدا كتنشف، وكنتأكد انها تحمرت ليا من الاسفل. مباشرة كنقلبها للجهة الاخرى، فملي كتقلبوها للجهه الاخرى فكتحسوا بدوك الفطائر بداو كيتنفخوا عندكم بالخميره ديال الحلويات اللي وضعنا في الخليط. صافي وكتوزعوا اليوم هكا الجبن ديالكم الاحمر، وكتخليو الفطيره ديالكم حتى كتحمر من الاسفل، وكيدوب عندكم داك الجبن. ومره اخرى كتحيدوها وكتوضعوها من طبيعه الحال في الطبق، وكتغطيوها بالبلاستيك الغذائي. غير حاولوا انكم توضعوا هكا البلاستيك الغذائي في كل فطيره باش هكا ما كيلتصقوش لكم. فانا في الاول كنت كندير وحده على وحده، ولكن بالنسبه للجبن ف كيجي كيلصق مع بعضياته، فحاولوا انكم تفرقوا بيناتهم بالبلاستيك الغذائي. فغادي نستمر اخواتي بحال هكا حتى نكمل الفطائر اللي عندي ونتلاقى معكم. وهذا هو الشكل النهائي ديال الفطائر. فعندي مازال وحده كطيب في المقله، فكيف ما كتلاحظوا معايا فكيجيو خفافين بزاف. نتمنى ان الصورة تكون واضحة لكم في هذا الفيديو، جربوهم وغادي تعرفوا علاش كنهضر لكم. فكيجيو فعلا بنان بزاف، خفافين والمذاق يا سلام، ما نعاودش لكم عليه كيفاش كيجيو. فكيف ما شفتوا معايا فهاد الجوج هما اللي كنت حطيت وحده على وحده، فكيلصق هذاك الجبن كيف ما كتشوفوا معايا. فحاولوا انكم ديروا بيناتهم البلاستيك الغذائي باش هكا كل وحده كيبقى فيها الجبن ديالها في الاعلى. فكنتمنى الوصفه ديال اليوم اخواتي تعجبكم. الا بغيتوا هكا وصفات من هذا النوع اللي كيكون هكا سريعين في التحضير ديالهم، ما تنساوش تخليوها ليا في التعليق. والا كنتو مازال ما درتوش ليا لايك للفيديو، ما تنساوش تخليو ليا لايك وبارطاج لهذا الفيديو. والا كنتو اول مره اخواتي كتشاهدوا القناه وعجبكم المحتوى اللي كنقدم،
ما تنساوش تشتركوا في القناة وتضغطوا على الجرس باش توصلوا ان شاء الله بكل جديد الوصفات، ومرحبا بكم في القناة. فكانت هذه الوصفة ديال اليوم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.